معرض سيتيسكيب جلوبال سنة 2013 مختلفة قلباً وقالباً، سواء كانت من عدد المشاركات، من عدد المشاريع المعروضة، من نسبة الإقبال الموجودة، من التحركات الموجودة على الناحية العقارية، سواء كان من مستثمرين، مطورين، مستخدمين نهائيين. نمو في ارتفاع الأسعار دائماً يدعمها حاجتين، أولاً اللي هو سعر الطلب الموجود، وثانياً يكون في بعض الالتزامات المالية اللي تدفع بالمستخدمين أو الملاك إلى رفعهم للأسعار الحالية. وفي الأخيرة هو طلب وعرض موجود في السوق. هذا الطلب والعرض له مؤشرات خارجية اللي هي ثقة في السوق، نوعية العقار، يعني دولة الإمارات من حيث الأمان والاستقرار، كل هذه العوامل تشجع على ارتفاع الأسعار.